كانت واجد مع الإخوان المصريين وخاصة الدكتور شريف شركة باريميد اللي هي كتنظم المعارض عالميا، وهذا الدورة التاسعة اللي فيها واحد الجانب جديد اللي فيها الآلات وفيها الجلد وفيها التوب، يعني فيها كما يقولوا هما القماش، وهذا يعني بحد ذاته فيه ثلاث أنواع اللي غادي يكون إن شاء الله في ديسمبر شهر 12، واللي غادي يشتركوا فيه شركات مقاولة متوسطة وصغرى جدا. وهذا هو الدور ديال الغرفة باش نعرفوا بهذا المعرض. هذا ما كاينش اللباس جاهزة، ولكن كاين صناعة، كاين اكسسوارات، وهذا الدور هذا كيتلعبوا الشركات المغربية اللي هي ترومبيت وخاصة بعض الشركات أخرى اللي مشاركة مع باريميد، اللي غادي يكون عندها واحد المستقبل كبير اللي غادي نقربوا الشركات الكبرى للشركات الصغرى في المغرب بلا ما يتنقل كيجي لبلادو كيلقى يعني الحوايج اللي كيطلب كيلقاهم موجودين. وهذا هو الدور ديال المؤسسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات. احنا الشبه ديالنا مؤسسة عمومية ما كنديروش فيها شق ربحي، ولكن شق مواكبات التكوين وكذلك الإرشاد لإخوان الشركات باش يوقفوا على رجليهم ويلقوا الشركاء في العالم وداخل المغرب. الدورة التاسعة من المعرض موروكو فاشن ستيل أنتكس غتكون متميزة إن شاء الله بحول الله قوته، حيث أنه غيكون فيها واحد العدد ديال العارضين اللي هو عدد كبير يفوق 400 عارض لحد الآن، مازال اللائحة غتزيد مازال، وغيكون فيها المغاربة حاضرين بكثرة. يعني هذا العارض اللي غادي يجي وغادي يكون موزعين على واحد 12 دولة اللي هي فيها دول أوروبية وأسيوية وكذلك أفريقيا، كذلك كان غادي يكونوا حاضرين فيها وفود ديال رجال الأعمال اللي كاينين على مستوى الشرق الأوسط وكذلك على مستوى أفريقيا جنوب الصحراء. هذا هو اللي كاين. وبالنسبة للحضور المغاربة غادي يكونوا حاضرين بالبروديفيني ديالهم، يعني صنع في المغرب اللي كنشجعوها دائما حنا في إطار الجمعية ديالنا، كنشجعوا دائما صنع في المغرب، وغادي يكونوا حاضرين بالبروديفيني ديالهم. هادشي اللي ما معطيش العارضين الأجانب، حيت حنا الشرط اللي درنا مع الناس هو أنه البروديفيني ما يحطوش الأجانب باش نحافظوا على الصناعة المحلية. غادي يكونوا ضيوف شرف سواء من باكستان سواء من مصر سواء من تركيا وهذا، وان شاء الله احنا باقي ما عرفناش اللائحة بالضبط شكون اللي غيكون حاضر، ولكن ان شاء الله غتكون النسخه مميزه ان شاء الله. غتمتاز بكونها انها غتحاول توفر جميع الاحتياجات للصانع المغربي. احنا كننسقوا مع هاد الناس بحيث اننا احنا احنا بحال قلتي صله وصل ما بين المهنيين اللي كنمثلوا احنا في القطاع ومع المنظمين، بحيث الناس المهنيين ديالنا حنا كنشوفوا اشنو الخصائص اللي كيحتاجوه بزاف، وكنحاولوا نسقوا مع الاخوان المنظمين باش يجيبوا لنا الشركات اللي غنقدروا نستافدوا منهم. احنا سعداء بكم جدا، واحنا في الدوره التاسعه لمعرض موروكو فاشن ستايل اند تكس. المعرض الدوره دي مهمه اولا ان مشارك معنا اكثر من 15 دوله من دول اجنبيه ودول عربيه، والمعرض بيقول ان هو غرضه الاساسي هو تشجيع التصدير للخارج، ان احنا بنجيب مستلزمات الانتاج والاقمشه والمكن اللي هو بيساعد كل المصانع انها تبقى بتتعرف على احدث خطوط الاقمشه والموضه من خلال الدول الموجوده ودول كلها حكوميه. فطبعا يعني اتمنى ان احنا نكون بنسعى لعمليه التصدير، لان المغرب من الدول المصدره في قطاع الملابس بشكل كبير جدا، فاحنا هدفنا هنا ان احنا نساعد في ده، لكن مش هقول ان احنا جايين نعمل كل حاجه، بالعكس الدول قبل ما احنا نيجي اساسا 12 سنه المغرب بتصدر، وبلد كبيره وبلد عريقه ومعروفه في منتجاتها في التصنيع وتصنيع الماركات كمان عالميه. فالحمد لله احنا موجودين لمساعده فقط، فتح مصانع مشتركه وفتح مجال التصدير للمصانع المغربيه. معرض من 4 الى 6 ارالك شهر 12 ديسمبر اللي هو 2024، وعندنا طبعا 25 دوله جايين يزوروا المعرض من الدول العربيه، معانا اكثر من 450 شركه مشاركه.
كمان عندنا معارض عديدة في دول عربية وعندنا في السعودية والشهر الجاي دوت، وعندنا كل شهر حوالي 4-5 معارض للتكستايل، وأيضا بنعمل معارض للدفاع ومعارض للنفط والغاز، معارض بناء، معارض متخصصة كبيرة قوي. شركتنا من أهم 20 شركة على مستوى العالم في تنظيم المعارض. يسعدنا أنا أسست هنا في المكتب في المغرب السوري شركة لتنظيم المعارض، ودي شركة إن شاء الله هدفها زي ما قلت مساعدة الصناع والتجار. شكرا لكم.